أهلا بكم في برنامج جيران العرب، يأتيكم هذا الأسبوع استثنائيا من العاصمة التركية أنقرة. خلفي يوجد مبنى البرلمان التركي، ساحة الصراع السياسي الدائم ما بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية. على مدار السنوات الخمس الماضية لم تتفق هذه الأحزاب السياسية الأربع على صياغة بيان مشترك يجمعها إلا في مناسبتين، الأولى في إدارة انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر عام 2013، والثاني في المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة. في هذه الحلقة نتحدث عن إجماع الطبقة السياسية التركية على رفض الانقلاب تحت أي مسمى، كما ونتحدث عن رؤية أحزاب المعارضة السياسية لكيفية إدارة البلاد في مرحلة ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. لقاءات ومشاورات كثيفة يشهدها القصر الرئاسي في أنقرة والدوائر الرسمية، فللمرة الأولى تضع المعارضة يدها في يد السلطة والحكومة، خطوة رأى فيها الكثيرون وحدة صف قد تفضي إلى توافقات تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد. لاحظنا وجود توافق حول إعداد دستور جديد بمشاركة جميع الأحزاب، واتخذنا قرارا بمواصلة عملية صياغته التي توقفت قبل إتمامها. إلى جانب الدستور ينتظر أن يتفق شركاء الحوار السياسي على قضايا مركزية أخرى كدور المؤسسة العسكرية والقضائية وعلاقة الرئاسة بأحزاب المعارضة. لهذا السبب وضعنا خلافاتنا جانبا في هذه المرحلة الحرجة، ونقلنا وجهة نظرنا حول ضرورة أن تكون تركيا أكثر ديمقراطية وحرية في سبيل إيجاد مخرج لهذه الأزمة. صدمة المحاولة الانقلابية لفتت انتباه الفرقاء الأتراك إلى أن الذي يجمعهم أكثر من الذي يفرقهم وأهم منه. تركيا أولا هو الشعار الذي ترفعه السلطة والمعارضة معا منذ 15 من تموز يوليو، ونقاشات جارية على آليات تنفيذ ذلك الشعار بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول. حزب الشعب الجمهوري كان أول المنددين بالمحاولة الانقلابية، ما يثبت التغير في ثقافة هذا الحزب الذي يتهم بدعم الانقلابات السابقة أو على الأقل السكوت عنها للوصول إلى الحكم، كما حدث في انقلابات عام 60 و 71 وكذلك في الانقلاب الأبيض عام 97. حزب الشعب الجمهوري هو أول حزب سياسي في تركيا بعد إعلان النظام الجمهوري عام 1923، ويعد اليوم أكبر حزب معارض، إذ يملك الكتلة الثانية في البرلمان والمتمثلة ب 134 مقعدا. يقود الحزب اليوم كمالك كليتشدار أغلو الذي يحاول الحفاظ على إرث مؤسسه مصطفى أتاتورك من خلال الدفاع عن القيم العلمانية لتركيا، لكن الحزب تعرض لحالة انشقاق في صفوفه أواخر 2014 بعد تقديم عدد من سياسييه استقالتهم وتأسيسهم لحزب الأناضول. يعتبر حزب الشعب الجمهوري أبرز المعارضين لسياسات حزب العدالة والتنمية سواء الداخلية منها أو الخارجية، ففي الملفات الإقليمية يرى حزب الشعب الجمهوري وجوب ترميم العلاقات مع نظامي الأسد والسيسي، أما داخليا فتختلف وجهة نظر الحزبين في نقاط عدة أبرزها فترة التعليم الإلزامي وتغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، كما يتهم كليتشدار أغلو خصمه السياسي رجب طيب أردوغان بالسعي للقضاء على النظام الجمهوري العلماني في تركيا. ورغم الصراع واختلاف وجهات النظر، كان لافتا إدانة الحزب الجمهوري قيادة وأعضاء لمحاولة الانقلاب العسكرية منذ ساعاتها الأولى، لكن الموقف هذا تبعه اتهامات بضعف إداري نتج عنه الانقلاب، كما رفض الحزب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية. وللحديث أكثر حول موقف حزب الشعب الجمهوري من المحاولة الانقلابية الفاشلة، نلتقي هنا في مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة العضو في البرلمان التركي السيدة شنال ساروهان. أهلا بك سيدتي. أهلا ومرحبا بكم. حزب الشعب الجمهوري كان أول من ندد بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في 15 من تموز يوليو الجاري،
على غرار الانقلابات التي عاشتها تركيا سابقا، الكثيرون كانوا يتهمون حزب الشعب الجمهوري بمساندة ودعم الانقلابات العسكرية في تركيا. هل تعلم الحزب من الدروس التاريخية؟ أشكركم على هذا السؤال، فهو يتيح لنا الفرصة لتوضيح وجهة نظرنا. بداية، الادعاءات التي تقول إننا التزمنا الصمت حيال الانقلابات التي حدثت سابقا لا تعكس الحقيقة، لأن حزبنا الذي أسس مع تأسيس الجمهورية يستند على إرادة الشعب، ونحن نتطور بإرادة الشعب ورغبته. نحن ضد أي انقلاب في أي وقت من الأوقات. ربما لم يتسنى لنا سابقا أن نعبر عن وجهة نظرنا كما الآن. أركز على أننا شهدنا محاولة انقلابية وليس انقلابا، ومباشرة وفي بداية هذه المحاولة قبل أن تتضح نتائجها أكدنا بواسطة رئيس حزبنا على موقفنا الرافض للانقلابات تحت أي ذريعة كانت، لكونها لن تحمي حقوق الشعب ولن تجلب الديمقراطية للبلاد. وسبب موقفنا هذا هو استخلاصنا للنتائج من حركة الشعوب حول العالم وداخل تركيا. وكما ذكرت قبل قليل، شعبنا يساند الحريات والديمقراطية، وجمهوريتنا ذات نظام برلماني، والبرلمان لا يتغير إلا بالانتخابات. ورفضنا للانقلابات هو تعبير عن موقف مبدئي في حزبنا، إن كان على مستوى القيادات أو كشعور نؤمن به، سواء أكان انقلابا عسكريا أم مدنيا. وتوصلنا إلى حقيقة أنه في الانقلابات الماضية، وهنا لا أتحدث عن حزبنا، ثم جهات في المجتمع خدعت ورأت في الانقلابات وسيلة تفتح الطريق أمامها، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة ومنذ الانقلاب الأخير تغير وتطور وعي الشعب التركي بشكل كبير، وحزبنا وشرائح كبيرة من المجتمع أثبتت ذلك برفضها للانقلاب والتصدي له، معرضين حياتهم للخطر. سيدتي، البعض يقول أن حزب الشعب الجمهوري ربما سكت أو غض الطرف عما يسمى بالانقلاب الأبيض على حكومة نجم الدين أربكان عام 97، ولكن أنت تقولين أن حزب الشعب الجمهوري في تاريخه الطويل لم يؤيد أي من الانقلابات العسكرية في تركيا. أنتم تعرفون أن السياسة ترتبط بتشكيل وعي معين. المعارضون لنا سواء أحزاب أو جماعات يحاولون تسويق هذا الوعي بأننا وافقنا على انقلاب 28 من شباط وغيرها من الانقلابات. الحقيقة أن مبادئ الحزب الرئيسية وأفكاره سواء على مستوى القيادات أو الأعضاء ترفض أي انقلاب. الكتل السياسية دائما تحاول من خلال التهجم على الكتل الأخرى أن تظهر بأن الحق إلى جانبها، وهذه الأفكار المسبقة عن حزبنا هي مثال على هذا، ولا يمكن لنا قبول عكس ذلك. الحكومة التركية أصدرت قرار بفرض حالة الطوارئ في البلاد بعد المحاولة الانقلابية. الآن في الحقيقة البلاد تمر بأزمة أو بمرحلة من عدم الاستقرار. ربما في فرنسا كان هناك إعلان حالة الطوارئ بعد هجمات باريس. الآن تركيا عاشت محاولة انقلابية راح ضحيتها المئات من الجرحى والقتلى. حزب الشعب الجمهوري رفض هذا القانون، لماذا؟ دعني أوضح لك سبب رفضنا. أنتم تعلمون أن هناك شكلان لإدارة أي بلد، الإدارة الاعتيادية والإدارة عبر قانون الطوارئ. حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية يتم اللجوء إليها في حالة الطوارئ، فهي خروج عن الوضع الطبيعي السائد في البلد. إن كانت الدولة قادرة بمؤسساتها سواء الحكومية والجيش والشرطة والقضاء على أن تمارس عملها، فينبغي فعل ذلك ضمن إطار القانون. واللجوء لقانون الطوارئ دون الحاجة إليه يحد من حريات المواطنين ويشكل عقبة أمام الحقوق الأساسية والديمقراطية. دعنا ننظر إلى المسألة على النحو التالي. أنتم تقولون إن البلاد شهدت محاولة انقلابية ذهب ضحيتها المئات من المواطنين. نعم، حصل كل ذلك، إلا أن فعل الانقلاب بقي في مرحلة المحاولة، والحكومة نجحت بصلاحياتها وقوتها
في إفشال هذه المحاولة. لننظر إلى الأمر من الجهة المقابلة، لنفترض أن الانقلابيين نجحوا في انقلابهم، ما الذي سيفعلونه؟ إما أنهم سيفرضون قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية، وبالتالي قانون الطوارئ هو شكل الإدارة التي يرجحها الانقلابيون لا الحكومات الاعتيادية. لكن الآن عفوا لو قاطعتك هنا، لكن الآن فعلا هناك تهديدات في تركيا من احتمال أن يقوم بعض الضباط بمحاولة انقلابية أخرى، لذلك ربما الحكومة التركية فرضت هذا القانون الذي قالت أنه لن يستمر أكثر من 3 أشهر ولن يؤثر على الحريات العامة وعلى حرية المواطنين الأتراك، هو يستهدف فقط من يشتبه بتورطه في المحاولة الانقلابية. الأمور لا تجري على هذا النحو على الإطلاق. في ظل حالة الطوارئ والإجراءات المتبعة خلالها يمكن الخروج عن القوانين حتى لو كان كل شيء ضمن القانون، فهي تحد من الحقوق العامة. أريد أن أشدد على نقطة، إن كانت الحكومة بأجهزتها الإدارية والقضائية تمارس عملها فبإمكانها من خلال هذه الأجهزة وضمن القانون أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المخالفين. اليوم نحن أمام محاولة انقلابية، فيجب محاسبة مرتكبي هذا الفعل والكشف عن المنظمات التي تقف وراءه. كيف يتم تطبيق ذلك؟ باللجوء إلى السبل القانونية. في تركيا الآن قسم كبير من الأشخاص تم توقيفهم وإبعاد قسم آخر عن وظائفهم. هذه حالة طارئة نعيشها في تركيا، ينبغي التعامل معها وفق القانون في حالات الحكم الاعتيادي من أجل الوصول إلى نتائج قانونية. أريد أن أشير إلى نقطة في المرسوم بالنسبة لقانون الطوارئ، هي عدم تحمل المكلفين بإدارة البلاد في هذه الفترة لأي عواقب قانونية تترتب عليهم. هذه نقطة خطيرة وحساسة جدا، وهذه من النقاط التي دعتنا للاعتراض على قانون الطوارئ. فإن كانوا يحصلون على حصانة قانونية وفق القانون، وأضع كلمة قانون هنا بين قوسين، هذا يعني انتهاكا للحريات والحقوق بشكل واضح. في المرات السابقة التي طبق خلالها قانون الطوارئ والأحكام العرفية كان المطبقون يحاولون إظهار شرعية تطبيقهم لهذه القوانين، إلا أننا لم نخرج ولا مرة من هذه الأحكام دون حدوث أضرار. لذلك نطالب باتباع القنوات القانونية والحقوقية الموجودة في أنظمة الدولة. سيدة شنال، خلال المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 من شهر تموز يوليو الجاري، هناك كما ذكرت المئات من القتلى والجرحى. الآن في الشوارع والميادين التركية هناك مظاهرات كبيرة في الحقيقة، والشعب التركي يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من تورط في هذه المحاولة الانقلابية. هل حزب الشعب الجمهوري يؤيد هذه الخطوة في حال تم رفعها إلى البرلمان؟ هل ستصوتون لصالح هذا القانون؟ بداية أريد أن أتحدث في هذا الشأن من خبرتي، فأنا محامية وحقوقية وناضلت من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ترأست منظمات حقوقية وكلفت بمهام فيها. كما قلت قبل قليل، قانوننا الحقوقي يراعي حقوق الإنسان، حكم الإعدام هو سلب لحياة إنسان. لا يمكن بهذا الحكم إرشاد المحكوم عليه وردعه مرة أخرى عن ارتكاب الجرم. هذا الحكم يضع حدا لحياته، هذا الجانب الوجداني في الموضوع. والجانب المهم الآخر هو أن دولتنا وقعت على اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وتحديدا وقعت على البروتوكولين 16 فيها. البروتوكول 6 ينص على تطبيق حكم الإعدام فقط في حالات الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب، أما البروتوكول 13 فينص على عدم تطبيق حكم الإعدام في أي حال من الأحوال. وهذه مسؤوليات وتعهدات دولية قطعناها، فبالتالي قانونيا لا يمكن ذلك. وثانيا، الإعدام حكم غير رجعي، لا يمكن لنا في الحزب حتى من باب طمأنة الرأي العام أن نؤيد إعادة حكم الإعدام. آسف على المقاطعة، الآن الحكومة التركية تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة رجل الدين فتح الله جولان إلى تركيا من أجل محاكمته هنا، لا سيما أن الحكومة التركية تقول أن هذا الرجل
يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة. هل يؤيد حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة، إعادة رجل الدين فتح الله جولان ومحاكمته داخل الأراضي التركية؟ ليس لفتح الله جولن دور في المحاولة الانقلابية الإرهابية التي شهدناها، وإن ثبت له دور بحسب القانون ويوجد شكوك كبيرة في هذا الموضوع، حتما لا بد من إعادته ومحاكمته. وأثناء محاكمته إن ثبت عدم وجود أي دور له في المحاولة الانقلابية ينبغي تبرئته. ونحن نعتقد أن إعادة المتهمين الذين توجد بحقهم أدلة قوية هو وسيلة قانونية ونظام متبع بين الدول. طبعا الأمر هنا بيد الدولة التي يقتنها المتهم، وبرأي الشخصي كحقوقية ينبغي إعادة كل شخص توجد بحقه أدلة قوية من أجل أن تأخذ العدالة مجراها. نعم، انتقدتم كثيرا حزب العدالة والتنمية والسلطات التركية على حملة الاعتقالات الواسعة، لكن الآن هناك حدث استثنائي تعيشه تركيا، أليس مبررا للحكومة أن تقوم بواجبها لحماية أمن البلاد ريثما تتم التحقيقات، لا سيما أن هناك الآن الكثير ممن ثبت عدم تورطهم في هذه المحاولة الانقلابية وتم إطلاق سراحهم؟ لماذا تنتقدون الحكومة التركية على الخطوات والإجراءات التي تتخذها حماية للأمن القومي لتركيا؟ طبعا ننتقد الحكومة. لماذا ننتقدها؟ لعدم إفساح المجال في اتخاذ أي قرار تشوبه شبهات قانونية. الصور التي ظهرت للموقوفين على وسائل الإعلام وهم جرحى وتصريحات المحامين بعد لقائهم بموكليهم تظهر أن الموقوفين تعرضوا لمعاملة سيئة وللتعذيب. وإن تم تعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الدولية فلا يمكن تعليق حق الإنسان بالحياة والمعاملة الحسنة، وبقدر ما التزمت الدولة بالقانون بقدر ما كانت الأحكام الصادرة عنها عادلة وحقوقية، وهذا ما يدفعنا لانتقاد الحكومة. أشكرك جزيل الشكر السيدة شنال ساروهان عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري على مشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل الحوار في هذه الحلقة الاستثنائية من العاصمة التركية أنقرة. أهلا بكم من جديد. حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية أبدى رفضا كبيرا للقرارات التي اتخذتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب، وعلى رأسها قانون فرض حالة الطوارئ، وطالب الحزب بضرورة العودة إلى البرلمان لاتخاذ أي قرارات تتعلق بتداعيات المحاولة الانقلابية. تأسس حزب الشعوب الديمقراطي عام 2012 رافعا رايتي اليسار التركي والهوى الكردي، وبذلك جمع الحزب ما بين الأتراك والأكراد في دولة لا يعترف دستورها إلا بالقومية التركية. يمتلك الحزب حاليا 59 مقعدا في البرلمان، وينص قانونه الداخلي على أنه يمثل المضطهدين والمهمشين بالدرجة الأولى وكل مكونات المجتمع التركي على اختلاف معتقداتها. ويعتبر الحزب من الأصوات النقدية المرتفعة ضد حزب العدالة والتنمية الذي يراه القائمون على حزب الشعوب الديمقراطي غير ديمقراطي ويدعم تنظيم الدولة الإسلامية. الصراع بين الحزبين طفى على السطح بعد احتجاجات عام 2014 أو ما يعرف باحتجاجات كوباني، حين اتهمت السلطات التركية حزب صلاح الدين ديمرتاش بأنه وراء الاحتجاجات، بينما رأى حزب الشعوب أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان تؤجج النزاع الكردي لأهداف سياسية. ومن التصريحات التي أشعلت التوتر بين الحزبين أيضا تصريحات لديمرتاش طرح من خلالها لأول مرة مسألة إقامة دولة كردستان، غير أن محاولة الانقلاب الفاشلة أزالت ولو لفترة الخلافات ما بين الحزبين، إذ رفض حزب الشعوب الانقلاب العسكري وتحدي إرادة الشعب، لكن الحزب رفض رفضا قاطعا تأييد أي اقتراح في البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد في البلاد، مشددا على أن تركيا تحتاج إلى اتفاقية ديمقراطية سريعة للسلام الداخلي والخارجي. وللحديث أكثر حول موقف حزب الشعوب الديمقراطي من الأحداث الأخيرة في تركيا،
نلتقي في المقر الرئيسي للحزب في العاصمة التركية أنقرة عضو البرلمان والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي السيد أيهان بلجن. أهلا بكم سيد أيهان. أهلا وسهلا بكم. في البداية كان هناك محاولة انقلابية فاشلة حدثت في 15 تموز يوليو الجاري، وكادت أن تطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية التي تعتبر ألد الخصوم السياسيين لكم، ومع ذلك رفضتم هذه المحاولة الانقلابية وأدنتموها بشكل كبير. كيف تقيم موقف الحزب حزب الشعوب الديمقراطي من هذه المحاولة الانقلابية؟ نحن مع تركيا تحكمها الديمقراطية، ولذلك نعارض المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في 15 تموز يوليو، وكذلك عرضنا الظروف التي أدت إليها منذ عام، واعترضنا بعد المحاولة الانقلابية على فرض حالة الطوارئ، حيث نرى أنها عبارة عن قوانين انقلابية بعدم وجود ديمقراطية حقيقية في تركيا. لن تكون هناك رقابة من المدنيين والبرلمان، وستنتهز الكيانات أو المنظمات التي تسيطر على الجيش أو الجيش نفسه الفرصة المناسبة للتحكم بالدولة. ونحن لا نعارض المحاولة الانقلابية كفعل فحسب، بل كل القوانين والظروف التي تأتي معها كفرض حالة الطوارئ. البرلمان التركي صوت على قانون فرض حالة الطوارئ في البلاد، أنتم كحزب رفضتم هذا القانون، مع أن هناك الآن الكثير من القتلى والجرحى الذين راحوا ضحية هذه المحاولة الانقلابية، أليس الوضع الآن في تركيا فعلا بحاجة إلى فرض هذا القانون إلى حيثما تعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى؟ في تركيا تم تمديد التوقيف لمدة شهر، وأغلق العديد من المؤسسات، وتم توقيف العديد من الأشخاص وأبعدوا عن عملهم، والآن الاعتراض على هذه الإجراءات عبر القضاء مستحيلة، كما أن وظيفة البرلمان كمؤسسة رقابية تم إنهاؤها لأن البلاد أصبحت تدار بالمراسيم، وهذه المراسيم حتى توقع من البرلمان تحتاج لمدة شهر، ولذلك كافة الصلاحيات أصبحت بيد الحكومة. نحن في مرحلة أصبحت فيها السلطة القضائية والتشريعية تدار من قبل السلطة التنفيذية، وكل هذه الإجراءات في الأصل يتم تطبيقها بعد الانقلابات العسكرية في أي بلد بفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ. تركيا شهدت في تاريخها تمديد حالة الطوارئ 40 مرة، فبعد انقلاب 12 أيلول عام 1980 ومع انتهاء الأحكام العرفية فرضت حالة الطوارئ في البلاد، والعديد من المشاكل التي نواجهها اليوم سببها حالات الطوارئ السابقة، ولا نريد لقانون الطوارئ اليوم أن يكون نقطة سوداء في ديمقراطية تركيا في السنوات العشر القادمة، ونحن مع خروج تركيا بسرعة من هذا الوضع وعودتها للديمقراطية. حزب الشعوب الديمقراطي انتقد حزب العدالة التنمية والحكومة الحالية للقرارات التي اتخذتها، لا سيما في حملة الاعتقالات الواسعة. الآن هناك محاولة انقلابية في تركيا، كيف تريدون الحكومة أن تتعامل مع هذه المحاولة وأنتم في نفس التوقيت تنتقدونها على حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت ضباط في الجيش، أكاديميين وصحفيين وغيرهم ممن يشتبه بتورطهم في هذه المحاولة الانقلابية كما تقول الحكومة؟ بعد 7 حزيران عام 2015 شهد العديد من الأقضية التركية فرض حظر للتجوال وانتهاكا لحقوق المواطنين ومنع حرية التعبير بما فيها حق التجمع، وكذلك الضغوط التي مورست على الأكاديميين واعتقالهم، والوضع ينطبق على الصحفيين. ربما تركزت هذه الممارسات في المناطق ذات الغالبية الكردية التي تعيش في الأصل حالة من الطوارئ، ونحن حذرنا الحكومة سواء في البرلمان أو في منابر أخرى بأن هذه الإجراءات ستأتي بالانقلاب إلى البلاد. ومثال على ذلك، قبل شهرين تم تمرير قرار من قبل البرلمان يعد بمثابة حصانة أو تحد من محاكمة ضباط الجيش تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب، وقد وافقت عليه الأحزاب الثلاثة الأخرى في البرلمان. كما تم اتخاذ إجراءات تتعلق بمحاكمة
محكمة النواب في البرلمان وسن قانون لعزل قضاة من المحاكم العليا في البلاد، وهذا القانون يسن فقط عندما تدار البلاد من قبل انقلابيين. كل هذه الإجراءات حذرنا من أنها ستمهد الطريق أمام الانقلاب، إلا أنه مع الأسف لم يتم الإنصات إلينا، ونأمل بأن يتم ذلك في المستقبل. واليوم نحذر من تحول قانون الطوارئ إلى آلية قانونية لانتهاك حقوق الإنسان وتسييسها، فيجب البحث عن مخرج من هذا الوضع. فإن لم يتم المضي بهذا الوضع نحو الديمقراطية والسلام، فنحن نرى من الآن مع الأسف بأن تركيا تنتظرها حرب داخلية. أنتم حزب ديمقراطي كما تدعون في التسمية تبعكم الخاصة بكم حزب الشعوب الديمقراطي. الآن هنا في الشارع التركي، في المظاهرات، في الميادين، هناك مطالبات شعبية بضرورة إنزال عقوبة الإعدام بالمتورطين في المحاولة الانقلابية. في حال تم تحويل هذا الأمر إلى داخل قبة البرلمان التركي، هل حزب الشعوب الديمقراطي سيصوت لصالح فرض عقوبة الإعدام أم سيصوت ضدها؟ نحن نعلم في حال نجاح انقلاب ما يبدأ النقاش حول قانون الإعدام كأداة لمعاقبة المناهضين له، ونحن لاحظنا الانتقادات الشديدة لتركيا ضد نظام السيسي في مصر بخصوص هذا الشأن. نحن لا نرى أن الإعدام يتلائم مع القوانين العصرية. الشيء الأساسي الذي تستند إليه القوانين العصرية هو طابعها الردعي، ولا يمكن للإعدام الذي يتسبب بمقتل المحكوم أن يكون حكما ردعيا، لأنه عقوبة لا رجعة عنها. بالنسبة لطلب الشارع بتطبيق الإعدام، نحن نرى أن الأمر يدار بشكل منظم ولا علاقة له بحالة الغضب الشعبي أو ردة فعل منه. فثمة من يريد إعادة حكم الإعدام إلى الواجهة من جديد. نحن نعارض بشكل صريح حكم الإعدام، بل نعارض حتى نقاشه في تركيا بغض النظر عن كونه حلا بديلا. وكما أننا نعارض الإعدام، نعارض أيضا ترخيص حمل الأفراد للسلاح، لأنها تؤدي في النهاية لضرب فئات من المجتمع ببعضها. الآن في هذا الوضع الاستثنائي، هناك من يتحدث عن ضرورة الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا. هل حزب الشعوب الديمقراطي في أجندته السياسية، هل هذا الأمر مطروح في المستقبل القريب للدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في تركيا؟ مع الأسف تركيا شهدت في عامها الأخير أحداثا طارئة بعد انتخابات السابع من حزيران. كان ينبغي تشكيل حكومة ائتلافية، إلا أنه لم يرد ذلك، فقرر الرئيس الذهاب إلى انتخابات مبكرة. الرئيس منذ فترة يبحث عن طريق لتطبيق النظام الرئاسي، ولطرح ذلك على الاستفتاء الشعبي ينبغي موافقة 330 نائبا ونواب حزب العدالة لوحدهم غير قادرين على ذلك. ولا شك أردوغان من خلال انتخابات مبكرة سيبحث عن 330 نائبا لطرح النظام الرئاسي على الاستفتاء الشعبي. وخلال هذه الفترة لا أعلم إن كان ذلك ممكنا في الظروف التي نعيشها حاليا. وعلينا أن نلاحظ في هذا الصدد تقارب القاعدة الشعبية لحزب الحركة القومية في هذه الفترة من حزب العدالة والتنمية، وهذه بمثابة فرصة للأخير. ولكن في الوقت نفسه نعلم أن تركيا أمام أزمة اقتصادية بإعلان الطوارئ، فمؤسسات التصنيف الائتماني خفضت من درجة تصنيف تركيا، وارتفاع الدولار واحتمالات حدوث تضخم في حال خفض قيمة الفائدة. هذه الأزمة الاقتصادية تؤثر على قرار الناخب، وهذه مخاطرة من الحكومة في الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية. ونحن في كل وقت جاهزون لأي انتخابات، وما نريده خروج تركيا من هذا الوضع وإجراء انتخابات في ظل ظروف ديمقراطية. يوم الاثنين كان هناك لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري السيد كمال كليتشدار أوغلو، وأيضا زعيم حزب الحركة القومية دولة باهشلي. تم توجيه دعوة لهما للقاء الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي، بينما تم تجاهل حزب الشعوب الديمقراطي تماما ولم يوجه لكم أي دعوة. كيف تنظرون إلى هذه النقطة بالتحديد؟ لماذا تم تجاهلكم من قبل الرئاسة التركية؟ نحن أعلنا مساء 15 من تموز عن موقفنا برفضنا للمحاولة الانقلابية من أي جهة كانت وضد أي جهة، وعرضنا أي إجراء لا يتم في إطار الديمقراطية.
وفي صباح اليوم التالي باجتماع البرلمان جددت قيادات كتلتنا البرلمانية تأكيد موقفنا، وأول من اقترح عقد اجتماع لقادة الأحزاب هو رئيس حزبنا صلاح الدين ديمرتاش، فنحن مع الحوار في حل المشاكل السياسية. وعلى الرغم من رسائل الشكر التي وجهت لنا من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، إلا أن رئيس الجمهورية أراد استبعادنا ورجح تجاهلنا على الرغم من أننا ثالث أكبر كتلة في البرلمان، وهذا لا يخدم السلام والديمقراطية في تركيا، وهو تصرف ينم عن كره وغضب تجاهنا، وسببه ربما استياؤه من المعارضة الشديدة التي نبديها. ربما بحسب ما صرح أكثر من مرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك ارتباط وعلاقة بين حزب الشعوب الديمقراطي وتنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف على قائمة الإرهاب في تركيا، والذي الآن يخوض معارك شرسة مع الجيش التركي. هل حزب الشعوب الديمقراطي سيعزل نفسه سياسيا عن هذا التنظيم الذي يقاتل الحكومة التركية منذ عقود؟ نحن ممثلون في البرلمان ونتخذ النضال القانوني والديمقراطي أساسا لعملنا بشكل واضح، وكافة الارتباطات التي تمت في السابق مع الجماعات الكردية المسلحة جرت بطلب من الحكومة وبعلمها لإلقاء السلاح وتحقيق السلام، وكل اللقاءات التي تمت في جزيرة آملي وجبال القنديل، وهذا دور الوساطة تلعبه الأحزاب السياسية لحل النزاعات المسلحة بكافة أنحاء العالم. لكن عفوا لو قطعتك سيد أيهان، أنتم تطالبون الحكومة التركية بوقف العمليات العسكرية في مدن جنوب شرق تركيا، لكن في الوقت نفسه لم توجهوا أي دعوة لحزب العمال الكردستاني بإلقاء سلاحه أو تسليمه للسلطات التركية. نحن وجهنا هذه النداءات مرارا وفعلنا ذلك بعد 7 حزيران، وعلى الرغم من عدم استماع الحكومة لنا وتلبية طلباتنا وجه حزبنا نداءات للتنظيم بإسكات صوت السلاح، ونحن نعرف الوساطة التي قامت بها تركيا في الفلبين بين مسلمي مورو والحكومة، وعليه فإن المسؤولية تقع على عاتق الطرفين الحكومة ومسلحو والتنظيم في إسكات صوت السلاح، وموقفنا واضح مع انتهاء الاقتتال المسلح. الآن هل تطالبون حزب العمال الكردستاني بإلقاء سلاحه والعودة إلى المفاوضات مباشرة؟ من المحتمل في الأيام القليلة القادمة سيوجه قادة حزبنا نداء للحكومة من أجل أن تتخذ خطوات لتحقيق سلام دائم يفضي إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد، كما ستوجه نداء لكافة الأطراف بعدم القيام بأي أعمال مسلحة على الأقل في هذه الأجواء التي نعيشها. أشكرك جزيل الشكر السيد أيهان بلجن، العضو في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة. I kept telling the Americans that terrorism and extremism could not be found in Afghan villages or Afghan homes. كيف بدأ التصعيد ينمو بين حامد كارزاي والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل شعرت في لقائك مع أوباما أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون الرئيس حامد كارزاي دمية؟ واتهامات تزوير الانتخابات الرئاسية. They were lying. للبقاء في الحكم بعدما جاء معها رئيسا لأفغانستان. لماذا كانت تدفع الأموال؟ لماذا استفادت إيران؟ You cannot gain political influence with money. فشل جهود المصالحة مع طالبان. The Americans continue to pursue them. وفي رواية أخرى، الجزء الأخير السبت 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على التلفزيون العربي. لكي لا نبكي على النيل المسلول. بين دفاتر الكتب وبساتين الثقافة، احنا عندنا نظرية اللي هو يا هر هر يا تر تر، نتنسم رحيق المعرفة، متواضع وعازف عن المديح والثناء والدوشة، نقرأ مما كتب وأثر. سحرني أسلوب لم أكن قد سمعت صوته بعد، الذي سحرني فيما بعد، ونلقى من ألف وعبر. أتكلم في مصيبة إيه؟ الأسوأ لم يأتي بعد، التزييف والتزوير ومسخ الذاكرة. هناك فعلا مؤامرات
وإحنا بنحاول نهرب من بشاعة الحاضر وبنرسم صورة رومانسية غير حقيقية للماضي وبننسى أن حاضرنا في النهاية هو نبت لماضينا بكل أخطائه وعيوبه. في عصير الكتب الاثنين 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على التلفزيون العربي. أهلا بكم من جديد. خلال أزمة المحاولة الانقلابية الأخيرة بدأ حزب الحركة القومية ذو التوجهات اليمينية المحافظة الأقرب للحكومة التركية، حيث ساهمت أصوات هذا الحزب في تمرير قانون حالة الطوارئ التي صوت عليها البرلمان التركي. حزب الحركة القومية التركي أحد الأحزاب اليمينية ويأتي في المرتبة الرابعة لناحية الكتل البرلمانية، إذ حصل في الانتخابات الأخيرة على 40 مقعدا. يعتبر الحزب امتدادا للحركة القومية التي تزعمها منذ الستينيات البأرسلان تركيش. في عام 87 رفع الحظر عن حزب الحركة القومية، ولكنه لم يتمكن من دخول البرلمان لعدم تجاوزه عتبة 10% الذي يشترطه النظام الانتخابي التركي. بعد وفاة أرسلان انتقلت زعامة الحزب إلى دولة بهجلي الذي خاض الانتخابات عام 99 وحصل على نحو 18% من الأصوات ودخل البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. رفض الحزب المحاولة الانقلابية الأخيرة، وكان من بين الأحزاب الرئيسية الداعمة لقرارات الحكومة، من بينها إعلان حالة الطوارئ التي رآها زعيم الحزب مصلحة وطنية، كما أن الحزب أبدى موافقته على إعادة العمل بأحكام الإعدام في البلاد في حال أقرها البرلمان. وللتعرف أكثر على توجهات حزب الحركة القومية نلتقي بعضو البرلمان ونائب رئيس حزب الحركة القومية السيد سميح يالتشن. أهلا بكم سيد سميح. أشكركم، أهلا وسهلا بكم. في البداية، كيف نظر حزب الحركة القومية للمحاولة الانقلابية التي جرت في 15 من تموز يوليو من هذا الشهر؟ بداية، عمر حزب الحركة القومية في الحياة السياسية التركية 47 عاما، شهد خلال هذه الفترة العديد من الانقلابات. عايشنا الانقلاب عام 80 والحزب بدأ العمل السياسي عقب الانقلاب عام 60، وبالتالي هذه الفترة الطويلة أكسبت الحزب الخبرة في التعامل مع هذه المسائل. وهنا أريد أن أؤكد أن حزب الحركة القومية هو أول كيان سياسي أعلن رفضه للمحاولة الانقلابية. تداعيات أحداث الانقلاب تابعناها من البناء الذي نوجد فيه الآن بحضور رئيس الحزب والقياديين، وكان واضحا من خلال تحليق طائرات F-16 في سماء أنقرة وتعرض بعض المناطق للقصف، والمعلومات التي وصلتنا بأنها بداية لمحاولة انقلابية. وعلى الفور اتصل رئيس حزبنا برئيس الحكومة، وعند عدم تمكنه من الوصول إليه بسبب الأحداث ترك رسالة عند السكرتير وطلب منه إبلاغها لرئيس الحكومة، مفادها هذه محاولة انقلابية لا يمكن قبولها، وحزب الحركة القومية يؤكد وقوفه إلى جانب الحكومة والدولة والشعب. وهذا أول تصريح من جهة سياسية نقل وسائل الإعلام، وأعتقد بإشارتي لموقف حزبنا المبكر أكون قد أجبت على سؤالكم. سيد يالتشن، أنتم حزب المعارضة الوحيد الذي قدم الدعم للحكومة التركية فيما يخص قانون إعلان حالة الطوارئ في تركيا التي صوت عليها البرلمان. أعضاء حزب الحركة القومية صوتوا بنعم جنبا إلى جنب مع أعضاء حزب العدالة والتنمية لتمرير هذا القانون. ألا تعتقد أن فرض هذه الحالة قانون الطوارئ في تركيا يعتبر مناهضا للحريات العامة وقد يقيد عمل مجلس الشعب التركي؟ دعني أوضح لك أن وجهة نظرنا في هذا واضحة مسبقا. نحن دعونا الحكومة قبل عامين للتفكير في فرض حالة الطوارئ مع بدء الإرهابيين عملياتهم في المدن جنوب شرقي الأناضول، والآن نحن أمام منظمة إرهابية جديدة
عبارة عن كيان موازن داخل الدولة تعشعش أعضاؤه داخل المؤسسات العامة، وشيء طبيعي في مثل هذه الحالات أن تتحرك الدولة من أجل المحافظة على وجودها، تماما كالتدابير التي تم اتخاذها في بداية تأسيس الجمهورية على الرغم من أنها لا تتوافق مع الديمقراطية. Yine devlet müesseseleri içerisinde aşırı şekilde yer bulmuş, yuvalanmış. نحن لا نقارن حالة الطوارئ اليوم بتلك الإجراءات. حالة الطوارئ اليوم فرضت لمدة 3 أشهر. لم تأتي لتقييد ديمقراطية الشعب، بل بالعكس من أجل أمن الشعب وإعادة بعض مؤسسات الدولة لعملها بعد إصابتها بالشلل. وفترة 3 أشهر قد تقصر أو تطول قليلا، إلا أننا لا نرى أنها تهديد للديمقراطية، والحكم على ذلك من الآن ليس صائبا. لكن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، أيضا حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، رفضا فرض حالة الطوارئ في تركيا. كيف تقيم موقف هذين الحزبين تجاه رفضهما فرض حالة الطوارئ في البلاد؟ من المؤكد أنكم تابعتم مسألة فرض قانون الطوارئ. نحن الحزب السياسي الوحيد الذي دعم فرض هذا القانون، ونحن نحترم موقف الأحزاب الأخرى. نختلف بشكل واضح مع حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسية في تركيا في قضايا رئيسية. هم يشتكون أمام الرأي العام من العجز في مكافحة الإرهابيين داخل جسم الدولة، وفي الوقت نفسه يعارضون تطبيق الإجراءات الكفيلة بمحاربتهم. هذا تناقض واضح منهم. أما حزب الشعوب الديمقراطي فلن أدخل في موضوعه أبدا، فموقف حزب الحركة القومية واضح للرأي العام تجاههم، فهم امتداد لمنظمة إرهابية في الحياة السياسية التركية. وبالتالي انتظار تقييم صحيح لقانون الطوارئ من هذه الأحزاب ليس بمكانه. ومهمة الحزب الحاكم والمعارضة في هذه الفترة هو إزالة آثار المحاولة الانقلابية التي حدثت في 15 تموز/يوليو. وفي هذا الموضوع أي إجراء تريد الدولة والحكومة تطبيقه ينبغي عليها أن تستشير الرأي العام بما لا يخل بأمنهم، وعليها كسب المعارضة إلى جانبها. وحزب الحركة القومية صرح مرارا استعداده لتقديم الدعم للحكومة في القضاء على المنظمة الإرهابية بأي شكل من الأشكال. الآن هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية فيما يتعلق بتداعيات هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة. هناك حملات اعتقال طالت الآلاف. هل حزب الحركة القومية يؤيد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية حاليا؟ إن كان التحقيق بأمر الموقوفين بتهمة ارتباطهم بالمحاولة الانقلابية في إطار القانون فلا يمكن لنا التعليق على ذلك. موقف حزب الحركة القومية ورئيسها واضح في هذا الخصوص. لا يمكن أن يذهب الأبرياء بجريرة المجرمين. في مثل هذه الحالات تكثر المعلومات المغلوطة، وهذه من بين الموضوعات المطروحة التي سيناقشها رؤساء الأحزاب بلقائهم اليوم السيد رئيس الجمهورية في 2:00 ظهرا. ونحن نعتقد بأن فرز الصالح والطالح وفق القانون سيؤدي إلى نتائج إيجابية. لكن الآن هناك حملة اعتقالات طالت أيضا العشرات من الصحفيين الأتراك. هل هذه النقطة بالتحديد ألا تعتبر مناقضة للحريات العامة في تركيا؟ أتفهم إصراركم على أخذ وجهة نظرنا في قضية متعلقة بالحقوق والحريات، ومتفهم لقلقكم في هذا الشأن، وأؤكد أن حزب الحركة القومية يتحرك بحساسية تجاه هذا الشأن والحيلولة دون انتهاك حقوق أي شخص. نحن في الحزب تلقينا العديد من البلاغات تتعلق بحالات توقيف وإبعاد عن العمل في إطار هذه التحقيقات، ولكن السيد عدنان يجب أن نرى أن أمامنا تنظيم تسرب إلى الحياة السياسية وإلى الصحافة وإلى عالم الأعمال والقطاع العام والشرطة ومنظمات المجتمع المدني. هذا التنظيم لم يتخذ جبهة واحدة بل عدة جبهات، وهذا التنظيم
القائم ليس جديدا فعمره 40 عاما، بدأ نهاية الستينيات حتى يومنا هذا. اتخذ التعليم وسيلة للانتشار والتغلغل داخل جسم الدولة، ولمحاكمة هؤلاء ينبغي إجراء تحقيقات على نطاق موسع. ولهذا نرى التحقيقات تمتد إلى الإعلام وعالم الأعمال والقوات المسلحة، وعبر قناتكم أريد أن ألفت الانتباه إلى تسرب هؤلاء إلى الحياة السياسية، وأؤكد ضرورة تنظيف بيتنا الداخلي في حزب الحركة القومية والحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الأخرى من هؤلاء. سيد يالتشين، الاعتقالات أيضا طالت الكثير من الضباط والجنود في الجيش التركي، وكما هو معروف حزب الحركة القومية لديه ولاء كبير للجيش التركي، لا سيما أن هناك الآن صراع مع حزب العمال الكردستاني المصنف على قائمة الإرهاب في تركيا. ألا تعتقد أن حملة الاعتقالات هذه في صفوف الجيش ستؤثر على قضية ما تسمونه هنا بمكافحة الإرهاب؟ هذا السؤال في مكانه. نعم، راودنا قلق في هذا الموضوع، إلا أننا نمتلك جيشا قويا بتعداد 650,000 جندي. القلق كان في مسألة الرتب العليا، وتحديدا على مستوى العقداء والعمداء والألوية. الجيش التركي جيش كبير، يمكن أن يتدارك هذا النقص بسرعة. بحسب اعتقادنا سيتم تدارك النقص في اجتماعات مجلس الشورى العسكري الأعلى يوم الخميس المقبل، ونحن نعترف بأن المحاولة الانقلابية ألحقت الضرر بالمؤسسة العسكرية وبالشرطة ومؤسسات الدولة، والمسؤولية التي تقع علينا كمعارضة وحكومة هي تلافي هذا الضرر بأسرع وقت ممكن وبشكل عقلاني، دون المساس بالحقوق والحريات العامة التي أصررتم عليها من خلال سؤالكم. سيد يالتشين، فيما يتعلق بقضية الإعدامات، الآن هناك مطالبات في الشوارع والميادين التركية تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق من تورطوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة. أنتم كحزب الحركة القومية كيف تنظرون إلى قضية الإعدامات، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي كان قد صرح أنه في حال إعادة أحكام الإعدام في تركيا فإنه سيكون من المستحيل لتركيا أن تكون عضوا في الاتحاد، كيف تقيمون هذه النقطة بالتحديد؟ حزب الحركة القومية كان معارضا لإلغاء حكم الإعدام في تركيا، ولم يصوت على إلغائه قبل سنوات، ونحن نتلقى طلبات من الشعب بإعادة تطبيقه، والمهم في الأمر هو الوقوف على رغبة الشعب، فإن كان يريد ذلك يجب علينا كسياسيين أن نضعه في أجنداتنا، لأن الكلمة النهائية للشعب. في حال تم رفع هذا القانون إلى البرلمان التركي، هل حزب الحركة القومية سيصوت بنعم لتمرير عقوبة الإعدام في تركيا؟ دعني أوضح لك إن كان الشعب يريد ذلك، وفق استطلاعات للرأي ستجري في هذا الشأن، سنصوت على إعادة حكم الإعدام، ولكن بمراعاة 5 شروط سأعدها لكم. أولا، مراعاة الاتفاقيات الدولية. ثانيا، العمل بها أثناء الحرب فقط، أو ثالثا، الدخول في حالة الحرب. رابعا، المحاولات الانقلابية. خامسا، المسائل المتعلقة بالإرهاب. في هذه الحالات ومراعاة هذه الشروط سنصوت على قرار إعادة حكم الإعدام. أشكرك جزيل الشكر السيد سميح يالتشين، العضو في البرلمان التركي ونائب رئيس حزب الحركة القومية. أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.